السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحادقات. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم طنجيه في الكوكوط بالهبره ديال الغنمي. كيف تنعرفوا الطنجيه بطبيعه الحال اكله مغربيه معروفه، اصولها من مدينه مراكش الحمراء، ومعروفه انها تدار في واحد الانيه ديال الفخار، هي خاصه بالطنجيه وتتمشى طيب في الرماد، لها شكل تقليدي ولها طريقه معينه، ولكن سرعة الوقت ومشاغل الحياة وبحال الناس اللي بحالي في الغربة، النساء اللي في المغرب أو خارج المغرب ولكن موظفات، فتتشهوا هذه الطنجية، فممكن ديروها في الكوكوط وتا هي تجي زوينة، وتا هي تجي فيها الطعم ديال الطنجية. فكيف تنعرفوا الطنجية تنديروها باللحم اللي بغينا سواء الغنمي ولا البقري. أنا اليوم فضلت الغنمي وغادي ندير الهبرة، ممكن طلعة ممكن أي جزء من الحولي، ممكن اللحم بالعظم، انا اختاريت نديرها بالهبره فقط. فكيف تشوفوا جبت هذه القطيعات ديال الغنمي، هذه كميه بالنسبه لي انا لشخصين كافياني، واذا كان عدد الافراد اكثر فضاعفوا نتوما الكميه. عندي الكمون، عندي الحامض مسير او مخلل الليمون، نصف ليمونه مخلله، عندي الثوم 4 فصوص من الثوم مبشورة، عندي كاس من الماء الدافئ وفيه الزعفران شعرات الزعفران الحر، وعندي ربع كاس من زيت الزيتون. اذا عندي الكمون الحامض الثوم زيت الزيتون والماء مذوبة فيه الزعفران الحر كمية. فنبدا على بركة الله، اللحم ديالي راه ما فيهش حمال بزاف، ندير هاد الهبرات ديالي هنا بعد ما جبتو من القزار بطبيعة الحال قطعتو وغسلتو مزيان. تناخدو في الكوكوط، تنبدا على بركة الله، تناخد الكمون، الكمون تندير بكمية زيادة شوية، تندير تقريبا 2 معالق، 2 معالق صغار هذا الشكل. تنجيب الثوم، كيف تتشوفوا عندي 4 ديال الضروس ديال الثوم مبشورين رقاق، حتى الثوم تتبغي الثوم بزيت شويه. فنعاود درت 2 معالق صغار الكمون، 4 ديال الضروس ديال الثوم مبشورين، وغادي نجيب الحامض مصير اولا مخلل الليمون، تناخد نصف حامضه على حسب الكميه، ممكن الا كانت الكميه اللحم كثيره نديرو حتى حامضه كامله او ليمونه مخلله كامله، انايا نص حامضه كافيه يعني. وبطبيعه الحال لان الحامض المصير مالح بزاف، فهاد الطنجيه ما تنديروش فيها الملحه، هو اللحم تيشرب الملحه ديالو غير من الحامض. كيف تتشوفوا درت الكمون درت الثومه درت الحامض، تنزيد زيت الزيتون وربع كاس ديال زيت الزيتون، ولا كان كاس صغير راه تيجينا نص. هذا الشكل هذا شي راه بسيطه المكونات ديالها، وتنخلطوا هذا اللحم ديالنا مزيان بهذا الكمون والثومه باش تتاكدوا انه مشرب مزيان. كتشوفوا انا خلطت اللحم ديالي مزيان، تيجي بهذا الشكل هذا. هي راه ساهله زعما الطنجيه ساهله بزاف كاع، سهل حتى من النصيب العادي اللي بالبصله وبالتوابل، هي خاصها تضبطي لها الماء وتضبطي لها الوقت ديال الطياب صافي. فكيف تشوفوا نعاود لكم مره اخرى، درنا اللحم ديالنا، درت 2 معالق صغار ديال الكمون، نص حامضه مصيره، وربعه الدروس ديال الثوم مبشورين، ما درناش الملح بطبيعه الحال، ودرت 4 كاس ديال زيت الزيتون. غادي نجي لهنا، عندي كاس ديال الماء دافئ ودرت فيه الزعفران شعرة، درت فيه الزعفران شعرة تطلق مزيان كي تنقولوا الزعفران الحر. وبعد ما خلطت كل شيء هنا، تنزيد هذا الكاس ديال الماء اللي فيه الزعفران، كافي لان هي تطيب، خصها تجي واقفه في الطيبه،
ما تجيش مرقة أو لا فيها المرقة بزاف، تجي مضغمرة وواقفة المرقة ديالها، فكاس ديال الماء كافية. هاد الشعيرات تبقاو لي في جناب الكاس، ما بغيتش نضيعهم. طب هاد الشكل هذا، من بعد ما زدنا الماء ديالنا تنسدو الكوكوط، تنديرو العصفارة ديالها وتنشعلو عليها النار في واحد، ركزوا معايا في هذه، حتى هي راه مهمه في درجه النار اللي تنطيبو فيها باش ما تنشفلناش، فحنا تنديرو لها درجه متوسطه تنخليوها فوق النار. ملي تتبدا الكوكوط ديالنا تتصفر فحنا تنزلوها، لاو تنزلوها المينيموم كيف تنقول، فاين فوا تتبدا الصفر تصفر تنزلها المينيموم حتى تبقى تطيب على الشمعه كيف تنقول، وتنخليوها ساعة الارم، تنحسبوا لها ساعة الارم. من بعد ما تتصفر، هي تتصفر تنزلوا لها العافية، تنخليوها تطيب على المهل وتنخليوها 45 دقيقة. ومن بعد وبطبيعة الحال من الأحسن احترازيا أننا وسط ديك 45 دقيقة تنجيو تنديروا لها هكا باش تنتأكدوا أن اللحم ديالنا راه ملصقش وأنه راه مازال فيه المرقة، وهي 45 دقيقة تتجيني شان تنحلوها تنشوفوا اللحم ديالنا واش طاب، تنشوفوا المرقه. الا لقينا اللحم ديالنا طاب ومازال شويه المرقه، تنعريو الكوكوط وتنخليوها شويه فوق العافيه حتى تبدا تنشف. الا عاود لقينا الماء ديالنا نشف واللحم مازال ما طاب لنا، تنعاود نزيدو نص كاس الماء او ربع كاس على حسب درجه استواء اللحم ديالنا، تنزيدو عاود شويه الماء ونسدو عليها حتى تنحسوا باللحمه ديالنا راها طابت. وغادي نديرها انايا طيب، وغادي نرجع باش نوريكم كيف طلعت الطنجيه ديالي اللي كيف قلت لكم طنجيه في الكوكوط بالهبره ديال الغنم. السلام عليكم البنات، الكوكوط ديالي هنا حليتها، راني خليتها طابت المده اللي قلت لكم، وهذا هو الشكل ديالها. شفتوا راه تجي واقفه ما تجيش فيها المرقه بزاف. هذه هي الطنجيه ديالي، وغادي ندوز نشوفوها في طبق. كيف تتشوفوا الطنجيه ديالنا ها هي وجدات، انا مقدمها مع شويه ديال الزيتون بلدي ومع الخبز ديال الدقيق القمح الاصفر. هذا هو الشكل ديالها، راه تجي بنينه بزاف. بالنسبه للاخوان اللي تيبغيو السمن راه ممكن يدار فيها السمن، انا ما درتش السمن لان الغنمي غني بالدهون، ففضلت ما نديرش السمن، درتها بطيبه زيت الزيتون. اللي بغى يضيف السمن راه حتى هو تيجي معاها زوين. نتمنى تكون عجباتكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.